بالزميل العزيز مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان عبر شاشات قناة الريان الفضائية الثانية التي تنقل لكم على الهواء مباشرة في العالم العربي هذا الانطلاق المسائي الخاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، حيث انطلق في هذه اللحظات شوطنا الثالث الذي يضم شوط خاص بالإبكار وانطلاقة انطلاقة موفقة بحفظ الله ورعايتي لهذا الشوط. ننطلق مع هذه الأسماء بعد أن نهني هجن الشحانية على انتزاع الأشواط الأولى الرئيسية في هذا المساء. نبدأ ونخوض مباشرة وقائعي هذا الشوط لنتعرف مع حضراتكم على المركز الأول، هذه اللي تقود الأسماء. نقو على المركز الأول لهجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني تواصل الجافل على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني محمد بن علي بن حسين بن جرحف في المتابعة. المركز الثالث هنا مهجه على المركز الثالث لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن الكبيسي في المتابعة والتضمير. سلطان الوهيبي يقدم في المركز الرابع شقرة بشعار مؤسسة هجن الشحانية على المركز الرابع، والمركز الخامس حصادة على المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني. متابعينا الكرام، هذا هو ندائنا الاول لهذه المجموعه المراكز الخمسه الاولى التي انطلقت واندفعت في هذا المسار، مسار الخمسه كيلومترات المسافه الرسميه. دائما مع سن اللقايه، دائما مع هذا السن سن اللقايه، المسافه التي تنطلق منها الختاميات اشواط الكؤوس والرموز والاشواط الرئيسيه دائما من مسافه الخمسه كيلومترات. يا سلام الشحانية وهجنها على المركز الأول، تألق هذا الشعار اليوم. شفنا وتابعنا تواقيت مميزة يقدمها شعار هجن الشحانية مع أسماء مميزة قوية في هذا المساء. تابعنا الجليلة في شوطنا الرئيسي الأول، وتابعنا أيضا مدوس مع الجليلة قادها جابر بن سالم بن فران، ومدوس قاده المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولا زال للحديث بقية مع هذا الشعار الأدعم الكبير. نعود إلى مجريات شوطنا، إلى مجريات شوطنا اللي تحتل المركز الأول. نقو على الصدارة تسيطر في هذه اللحظة، منطلقة مندفعة في مسار ومقدمة ورأس حربة هذا الشوط، تحتل المركز الأول بالشعار الأدعم الكبير. يقودها سالم بن فاران المري المضمر الذهبي اللي يقود نقو على المركز الأول. المركز الثاني يتواصل شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني بمتابعة أحد خبراء التضمير محمد بن علي بن حسين بن جرحب، يتابع المركز الثاني الجافل اللي منطلقة في هذا المسار ويبحث عن تحقيق ناموس مع وجود هذه الشعارات العملاقة الكبيرة. ومعودنا هذا الشعار، معودنا هذا الشعار دائما دائما شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. الجانب الآخر ماذا يحمل؟ يحمل الوهيبي متابعا لشقرة المحتلة للمركز الثاني المنطلقة بشعار هجن الشحانية. الله يقدم أيضا مذهب اللي احتلت المركز الثالث في هذا الانطلاق، وشعار مذهب يذهب إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني، ينطلق مع الشعار الأدعم الكبير. الله
الله سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هذه مذهب ذاهب إلى المقدمة مع هذا التقدم المميز للمركز الرابع. سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يقودها عبد الله بن الهاجري. والمركز الخامس هذه الرقم واحد على المركز الخامس، وهذه رزنة لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة الأخرى أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان على الهواء مباشرة. الله، لوحة الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، والأمور في خطر، الأمور في خطر يا أبو جابر. هذا هو سالم بن فاران المري، يقدم صاحبة المركز الأول، يقدم نقو على الصدارة والمقدمة. الوهيبي حاضر باسمين، حاضر بمذهب وحاضر مع رزنة على المركز الثاني والثالث، بينما المركز الرابع لبى على المركز الرابع لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، والمركز الخامس زلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن نايفة الهاجري. متابعينا الكرام، لوحة الكيلو متر الأخير، القيادة شحانية، القيادة هنا مع نقو على المركز الأول، انطلقت مذهب. الله، هذه اللي تحتل المركز الأول وتنطلق في مقدمة الشوط حاملة لواء هجن الشحانية، منطلقة مع المركز الأول، يقدمها الذهبي سالم بن فاران. الله، مذهب، ديروا بالكم على مذهب المحتلة للمركز الأول، هذه مذهب على المركز الثاني، ولكن نقو على الصدارة، منطلقة ومندفعة ومحلقة في طريق الناموس، لكن الخطر مع مذهب خطيرة بشكلها الجميل بأدائها المميز. على المركز الثاني يقدمها الوهيبي سلطان، بينما المركز الثالث رزنة لهجن الشحانية مع سلطان الوهيبي مع مذهب، ذهبت مذهب، انطلقت مذهب مع المركز الأول. سلالة غنية عن التعريف، أداؤها مميز، انطلاقها في هذا المسار الجميل، هذه مذهب، هذا هو خط النهاية، يرحب بمذهب، خلوا مذهب، هذه مذهب انطلقت في طريق الناموس لتحقق نقطة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهنئة للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني نقو لهجن الشحانية، والمركز الثالث الشامخة لهجن الشحانية، المركز الرابع رزنا لهجن الشحانية، المركز الخامس لبى لهجن الشحانية. متابعينا الكرام، هذه النتيجة وهذه المراكز الخمسة الأولى التي حضرت بهذا الشوط، وكانت المنافسة شيقة بين هذه الأسماء العملاقة بشعار مؤسسة هجن الشحاني. التوقيت الزمني 7:33، 4 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت صاحبة المركز الأول مذهب لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني نقول لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 7:35، بينما المركز الثالث وصلت الشامخة. أهني هجن الشحانية وأهني سالم فاران المري على فوز بالمركز الثاني. المركز الثالث 7:35، 6 أجزاء من الثانية، الشامخة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية.